فيديو جديد مع اخواني كابيل. هي عرضة ازياء بالرابع اطلقت النار على نفسها من خلال حسابها على انستغرام، ونجمة انستغرام هي ايضا ومشهورة على وسائل التواصل الاجتماعي، تشتهر بتحميل صورها ومقاطع الفيديو الخاصة بها مع تسميات توضيحية وتحفيزية وملهمة. بدأت حياتها المهنية على انستغرام كعرضة ازياء في عام 2018، وبعد أن انتشرت مقاطع الفيديو الجريئة والمتعرقة لها، وتشارك أيضا في العديد من أحداث عروض الأزياء، وكثيرا ما تنشط على مقابض وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. ولدت خوانيتا بيل في 31 ديسمبر 1977 في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويبلغ طولها حوالي 5 أقدام و4 بوصات، وتبلغ من العمر 25 عاما، وتعيش حاليا في لاس فيغاس، وتقدر ثروتها الصافية بحوالي 900,000 دولار. أخيرا thank you for watching أصدقائي، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.